أهلا ومرحبا بكم أعزائي الدارسين بدبلوم تنظيم وطرق العمل، استكمالا لمقرر مادة تبسيط الإجراءات. أولا، مفهوم الإجراءات. الإجراءات هي سلسلة من الخطوات الخاصة بالعمل. هذه الخطوات مرتبطة ببعضها البعض وفقا لتتابع وترتيب زمني لحدوثها، ويمكن تعريف الإجراءات على أنها هي طريقة محددة سلفا لكيفية تنفيذ الأعمال وخاصة الروتينية، وذلك وفقا لتتابع زمني محدد للخطوات المطلوب تنفيذها في عملية محددة. أمثلة للإجراءات الداخلية بالمنظمة: إجراءات عملية الشراء، إجراءات الجرد، إجراءات الترقية، إجراءات صرف المواد من المخازن، إجراءات صرف المرتبات، إجراءات الحصول على الأجازة. أما من حيث الإجراءات المتعلقة بالجمهور الخارجي فتتمثل في إجراءات استخراج جواز سفر، إجراءات استخراج البطاقة الشخصية، أو قد تكون إجراءات خاصة باستخراج شهادة ميلاد. خطوات تقرير إجراءات العمل: أولا، القيام بتحديد اسم العملية المطلوب وضع الإجراءات الخاصة بها، ثم ننتقل إلى المرحلة الأخرى وهي مرحلة تحليل هذه العملية إلى مهام جزئية من بداية العملية حتى نهايتها، ثم المرحلة الثالثة ترتيب هذه المهام زمنيا، ثم حساب الوقت اللازم لتنفيذ كل عملية تفصيلية، وبالتالي نستطيع أن نصل إلى إجمالي زمن أداء العملية بالكامل. ثم ننتقل إلى مرحلة تصميم المستندات المستخدمة في كل مهمة أو عمل تفصيلي، وأخيرا توزيع المهام والأعمال على العاملين تبعا لتخصصاتهم وقدراتهم المختلفة. أهمية الإجراءات: 1- تجنب التعطيل والاختناقات، حيث أن توافر الإجراءات السليمة داخل المؤسسة يؤدي إلى تجنب عمليات التعطيل والاختناقات في أداء العمليات المختلفة بها. 2- السرعة الأفضل، وجود الإجراءات تساعد المؤسسة وتساعد العاملين في أداء العملية للعملاء بطريقة أفضل وفي وقت أنجز. 3- الاقتصاد، ينعكس وجود الإجراءات السليمة الدقيقة داخل المؤسسات على عنصر التكاليف داخل المؤسسة. 4- تجنب الأخطاء، وجود إجراءات محددة ودقيقة يساعد العاملين إلى حد ما في تجنب الوقوع في بعض الأخطاء المتكررة. 5- الحد من الضغط الذهني للعاملين، حيث أن وجود دليل للإجراءات المحددة والواضحة لكيفية أداء العمليات وخصوصا العمليات الروتينية يساعد العاملين في تقليل الضغط الذهني في التفكير في كيفية أداء هذه العملية في كل مرة يتم أدائها. كل ذلك سوف ينعكس بالتأكيد على تحسين الكفاءة الكلية للموظفين والعاملين داخل المؤسسة. أنواع الإجراءات: تتعدد الأنواع المختلفة للإجراءات والتصنيفات الخاصة بها، ويمكن إيجاز بعضا منها على النحو التالي: هناك إجراءات مالية مثل إجراءات عملية التحصيل والصرف والإضافة بأنواعها مثل تحصيل الرسوم وصرف المرتبات، وهناك إجراءات تتعلق بالجوانب القانونية مثل إجراءات المناقصات والمزايدات في مجالات الشراء، وهناك إجراءات فنية مثل إجراءات صيانة الآلات والمعدات، وهناك إجراءات إدارية مثل إجراءات استخراج التصاريح المختلفة الرسمية من الجهات. أسباب تعقد الإجراءات:
قصور وضعف في تصميم الإجراءات نفسها، تداخل في الاختصاصات ما بين الإدارات والأقسام المختلفة داخل المؤسسة، زيادة عدد العاملين القائمين بإنهاء الإجراءات، مما يؤدي إلى وقت وجهد كبير ويعطل سير الإجراءات داخل مكان العمل. غالبا ما يسعى الأفراد لتجنب المسؤولية وإلقائها على الغير، لذا تتضمن الإجراءات العديد من المستندات. ومن الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى تعقد الإجراءات داخل أماكن العمل عدم وجود إجراءات مكتوبة حتى تعتبر مرجعا للعاملين، ومن ثم تتلافى المشكلات الخاصة بسوء فهم الإجراءات أو عملية تحريفها. مظاهر تعقد الإجراءات. من ضمن مظاهر تعقد الإجراءات أو المؤشرات التي تدل على وجود تعقد في الإجراءات داخل المنظمات، زيادة إجراءات أداء عملية معينة دون أدنى مبرر، تكرار الإجراءات وذلك حتى يتم طلب نفس الإجراء السابق الذي تم أداؤه لموظف معين، وتكون الحجة في ذلك أن المستندات لابد أن يكون جميعها أصول، طول بعض الإجراءات ويكون ذلك غالبا بسبب عدم مراعاة التوزيع الجغرافي، فيكون هناك بعد في المسافات بين الأماكن وبعضها، والتي يكون هناك ارتباط فيما بينها في تأدية خدمة معينة. وأيضا من ضمن مظاهر تعقد الإجراءات مظهرية الإجراءات، وتعني التداول الكثير للأوراق دون داع، وتظل المستندات مرفقة للاطلاع عليها في أي مرحلة يتم بها هذا الإجراء. وأيضا من ضمن مظاهر التعقد طول وقت انتظار الجمهور في كل إجراء أو بين الإجراءات المختلفة، مما يؤدي إلى ضياع الوقت. سوء توزيع القوى العاملة، حيث يتكدس بعض العاملين في مكان لا يسع أكثر من موظف أو اثنين، وهناك بعض الأماكن الأخرى بها شخص واحد يقوم بالعديد من الأعمال والتي تحتاج إلى أكثر من موظف. كثرة الرقابة على الإجراءات، حيث ينبغي أن يكون هناك رقابة على الإجراءات ولكن بقدر معقول. خصائص الإجراءات الفعالة: البساطة والوضوح. فالإجراءات الواضحة تكون مفهومة من قبل من تطبق عليهم ومن يقوم بعملية تطبيقها. الإجراءات البسيطة تتطلب القليل من الأعمال الكتابية، وتتجنب كتابة ما هو ليس ضروري، وتقلل من عدد المنفذين، وبالتالي تحد من عمليات الفحص والمراجعة غير الضرورية. أما الإجراءات المعقدة فإنها تؤدي إلى الوقوع في العديد من الأخطاء. العنصر الثاني من خصائص الإجراءات الفعالة يسمى به الموضوعية، حيث يتم وضع الإجراءات بعد أخذ كافة الكفاءات البشرية والتسهيلات المادية المتاحة في الاعتبار، وكذلك طبيعة العمل والظروف المادية وأهداف المؤسسة المطلوب تحقيقها. فالإجراءات المناسبة لعمل ما بإحدى المنظمات قد لا تكون مناسبة لنفس العمل بمنظمة أخرى، بل قد لا تناسب نفس المنظمة على الفترات الزمنية المختلفة. التكامل، ويعني أنه يجب وضع إجراءات مكملة لبعضها البعض ولا يوجد تعارض بينها، حيث يؤدي ذلك إلى تحقيق الأهداف الخاصة بالمؤسسة. الانبثاق والاتساق، أي أن الإجراءات تنبثق وتتسق في نفس الوقت مع رسالة وأهداف المؤسسة،
وسياستها وخططها، سواء كانت الاستراتيجية أو التكتيكية أو الخطط التنفيذية التشغيلية. أما من ضمن الخصائص الأخرى الاستقرار والمرونة، ويعني الاستقرار ثبات خط سير الإجراءات والتزام المنفذين باتباعه، بينما تعني المرونة إمكانية إجراء بعض التعديلات على الإجراءات، وذلك بما يتناسب مع الظروف والأحداث المتغيرة. توفير الوقت والجهد، حيث تحقق الإجراءات الهدف منها في أقل وقت وبأقل جهد ممكن. من أهم الخصائص الخاصة بالإجراءات الفعالة أن تكون هذه الإجراءات مكتوبة، حيث يفضل أن تكون الإجراءات مكتوبة حتى يمكن الرجوع إليها وقت الحاجة أو عند الاختلاف على تفسير أي منها. دليل الإجراءات. مفهوم دليل الإجراءات: يعتبر دليل الإجراءات وسيلة مكتوبة توضح الخطوات التي يمر بها إنجاز عمل معين، وكذلك النماذج والمستندات المطلوبة لإنجاز هذا العمل. هذا بالإضافة إلى تعريف بالجهات الخارجية التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بإنجاز العمل. محتويات دليل الإجراءات: المقدمة، إجراءات المعاملات، ثم الخاتمة. بالنسبة للمقدمة الخاصة بدليل الإجراءات، تتضمن التعريف بالمنظمة والخدمات المختلفة التي تؤديها للأفراد، وكذلك القوانين المنظمة للعمل والجهة الأعلى التي تتبعها المنظمة والفروع التابعة لها والدور الذي يقوم به كل فرع. أما من حيث إجراءات المعاملات، يتم تناول كل معاملة على حدة، فتحدد إجراءات العمل من البداية وحتى النهاية، مع ضرورة التأكد من فهم الأفراد المعنيين بالعمل لهذه الإجراءات، وهذا قد يستدعي نشر الدليل على نطاق ضيق في البداية، ثم تلقي الاستفسارات من الأفراد وإجراء التعديلات على الدليل، ثم طبعه وتوزيعه بالصفة النهائية. أما من حيث الخاتمة، فتتضمن صور المعاملات في شكلها النهائي أو صور بعض النماذج والمستندات المستخدمة والتي لم ترد في طلب الدليل، وأماكن الحصول على هذه النماذج والأسعار المتعلقة بها.